وسهلا بنات، كل سنة وانتو سالمين يا رب، او هابي بيرثدي لنفسي يا رب. السنة هذه تكون اجمل من اللي فاتت، وان شاء الله يا رب اوصل فيها للي اتمناه. مثل ما تشوفوا عينها اليمين لون عينها الطبيعي اللي صار امبر من ديفا. حبيت كيف اندمجت مع لون عينها الطبيعي، وكيف معطي العين لمعة، يعني ما طفت لمعة العين الطبيعية، بالعكس جملتها. أوزع الترطيب سريع سريع على كامل الوجه، تحت العيون. مرة مهم بنات الترطيب، عشان ما تقولوا لي إن الكونسيلر يتكسر معاكم أو يتشقق. طبعا مهم خطوة الكونسيلر عشان تفتحي الهالة، وبنفس الوقت يكون بيس للآي شادو اللي بتحطينه، وتوضح الألوان معاك بسهولة. هالمرة اخترت انه يكون الاي شادو على اورنج، لان المرة اللي فاتت سويت بينك، حبيت هالمرة اسوي اورنج. ومثل ما قلنا ان هذه الالوان هالصيف بتكون مرة ترند، سواء لوحدها او ميكس، فانا سويت البينك وهذا الاورنج. ما ادري اذا بسوي الميكس في اللوكات الجاية ولا لا. المهم اني وزعت الاي شادو الكريمي بفرشاة شعرها متماسك. كل الفرش اللي استخدمها بنات هنا بالتوتوريال فرش وعد. الروج الكريمي اللي استخدمته بنات عشان يوضح لي الالوان، ولو لاحظتوا بعد هنا الاي شادو اللي قاعده احطه هو اصلا بلاشر من لورا ميرسي. دائما احرص في تتريلات العيد بالذات اني اشجع البنات على فكره الريسايكل، وانه ممكن تبتكري اي لوك سهره ودك فيه بادواتك اللي متوفره عندك. مجرد تستخدمينها استخدام ذكي، ممكن البلاشر يكون اي شادو، ممكن الاي شادو يكون كونتور، وهكذا. اللون الأورنج حبيت يكون متوسط، ما حبيت يكون مرة فاقع، عشان يكون لوك سهرة ويناسب أغلب البشرات، وما يكون لوك مرة فانتازي. القلم البني هذا بنات من لورا ميرسي، استخدمته في طرف العين. شوفوا كذا أسحب العين شوي وأرسم لاين شوي عريض من نص العين إلى برا، عشان أحدد فيها العين وأغمق جذور الرموش. طبعا أدمج شوي بالفرشاة وأسحب البرة. تعمدت أن اللوك ما يكون فيه لاينر صريح وشغل حوسة وزحمة، خصوصا أن لوكات العيد حلو تكون مرة فخمة ومو متكلفة أو ما تاخذ وقت وأنت تسوينه. ركبت لها بنات رموش طرفية، وأخذ نفس الكونسيلر اللي حطيته فوق العين أحطه على الهالات وأي منطقة بالوجه أحس إنها لازم مثلا أعمل لها تصحيح، فاستخدمت هذا الكونسيلر. لتغطية البشرة بنات أنا اخترت التينتد موسترايزر من لورا ميرسي. انت ممكن تختاري اي تغطية ودك فيها، ممكن تختاري يعني مثلا فاونديشن ثقيل متوسط حسب احتياج بشرتك وحسب انت وش ودك. ممكن تستخدمين سي سي كريم، بيبي كريم، اللي ودك فيه. طبعا وزعت على كامل البشرة باستخدام فرشاة. مهم جدا ان حركة اليد تكون طبطبة، ما اجرب قوة. لو تلاحظوا مع ان تنتد موسترايزر بس طريقة الطبطبة والتوزيع اللي استخدمتها رغم ان الكمية مو واجد، بس معطيتني كفرج مرة حلوة. حركة اليد ضرورية بنات اثناء توزيع الفاونديشن، وهي اللي تعطيك نتيجة حلوة اذا ودكم. خذيت الكونسيلر اللي افتح بدرجة من الكونسيلر اللي قبل،
وحطيتها تحت عيونها للتنوير ونظفت في أطراف الأيشادو. ما اخترت الدرجة تكون مرة فاتحة لأن ألوان الأيشادو ناعمة، فما كان ودي إنه يعني يكون تحت عينها مرة فاتح والأيشادو لونه ناعم. بعد الكونسيلر والكونتور الحين خطوة اللوس باودر. أخذ اللوس باودر وأحطها تحت العين. شوفوا مجرد ما حطيت اللوس باودر كيف لون اللوس باودر هاني جاي على صفار مرة يجنن. شوفوا كيف طفى تحت العين ونور لها هي. هذا وأنا توني يعني ما سويت بيكينج، مرة حلو. ممكن البنات اللي تحب اللوك يكون مطفي خلاص تكتفي بهذه الحركة، وبعدين تحط شوية كذا فيكسر عشان ما يكون الوجه أوفر كيكي. أما البنات اللي تحب اللوكات الدوي لا، تحط فيكسر زين وبعدين تستخدم البلاش والإضاءة يكون كذا مرة اللوك دوي. فأنتي اختاري الطريقة اللي تناسب بشرتك. إذا فيك مسامات أو فيك حبوب كثير خليك على الفكرة أو اللوك المطفي. إذا بشرتك ما فيها كثير مشاكل خليك على اللوك الدوي.